لقد اتخذنا قرار الحرب على النيجر، ليس ذلك فقط، بل حددنا اليوم لذلك الحدث المهم، ولكننا لن نعلن عنه إلا في وقته. تهديد جديد من إيكواس للنيجر، وتراوري يتساءل، ألم نتعلم مما حدث للعراق؟ لابد من وضع هذا الغزو الأمريكي أمام أعيننا، ووزير دفاع يعلن جهوزية بلاده للحرب، وبوركينا فاسو تقول فلتستعدوا للمواجهة، المواجهة الأضخم في إفريقيا، والحلفاء يجتمعون، وإيكواس تدق ناقوس الخطر، وروسيا تحذر إيكواس إياكم والنيجر، لن تنعموا بهجومكم العسكري عليها. ومظاهرات شعبية في النيجر، وحصار للقاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، ورئيس وزراء النيجر يطمئن إيكواس على صحة بازوم، وإيكواس ترسل وفداً دبلوماسياً إلى نيامي، فهل هي جادة في الحل الدبلوماسي؟ الحرب تبدأ في غرب إفريقيا، وإيكواس تتردد، وبوركينا فاسو تتحدى إيكواس وتعلن انسحابها من المجموعة. بعد أسابيع على بداية الانقلاب العسكري في النيجر، وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها مجموعة إيكواس الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبعد سلسلة من القرارات الخطيرة والتي ساهمت في اضطراب الأوضاع أكثر وأكثر في النيجر، بل في غرب إفريقيا عموماً، إلا أن قرارات المجموعة تتصف دوماً بالتردد. ولعل هذا التردد هو السبب وراء نجاح الجيش والمجلس العسكري في النيجر. فبعد إعلانها اعتماد الحل الدبلوماسي حلاً أولياً للأزمة في النيجر، إلا أنها بعد اجتماع قادة الأركان في غانا، إلا أن هذا الاجتماع قدم الكثير والكثير من مخططات إيكواس خلال الفترة المقبلة، حيث أعلنت إيكواس أنها حددت اليوم بل والساعة للهجوم العسكري على النيجر، وبطبيعة الحال لن يتم الإعلان عنه إلا في وقته المحدد له. تناقض شديد يتبعه تردد في اتخاذ قرار موحد، تردد ينبع من عدم اتفاق كافة الأعضاء على قرار واحد، ما يبرز أن الغرب وبخاصة فرنسا هو من يدفع هذه المجموعة نحو التدخل العسكري في النيجر. وفي الوقت نفسه أعلنت إيكواس عن إرسال وفد دبلوماسي رفيع المستوى إلى العاصمة نيامي من أجل بحث حل الأزمة دبلوماسياً. وصل وفد وساطة مجموعة الإيكواس إلى نيامي برئاسة الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، وذلك ضمن الجهود الدبلوماسية الحثيثة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 26 من يوليو الماضي. هذه المحاولة من إيكواس جاءت بعدما لوحت بالتدخل العسكري تارة، وشجعت قبائل الطوارق لقيام انقلاب جديد ضد المجلس العسكري في النيجر، إلا أن جميع محاولاتها تبوء بالفشل الذريع. وكانت إيكواس قد فرضت سلسلة من العقوبات على الشعب في النيجر، وكان منها الحرمان من توريد الأدوية والكهرباء، ما سبب حالة من الغضب الشعبي ضد إيكواس. الأحداث تتسارع، والجيوش تستل سيوفها، وطبول الحرب تقرع، وإبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يتساءل، ألم نتعلم من الدروس المستفادة من غزو أمريكا للعراق؟ ألم ندرك ما يرنو إليه الغرب من بلادنا؟ ستكون الحرب القادمة على اليورانيوم والنفط الإفريقي، ولكننا لن نترك تلك الفرصة للغرب، لن ندعهم يستغلون بلادنا لاستنزاف ثرواتها وخيراتها. ليؤكد وزير دفاع بوركينا فاسو أن جيش بلاده مستعد للحرب، مستعد لمعركة ضد إيكواس والوقوف إلى جانب المجلس العسكري في النيجر. وجاء ذلك في اجتماع لكبار ضباط وأركان جيوش الحلفاء في مواجهة إيكواس، الحلفاء مالي وبوركينا فاسو والنيجر في مواجهة مجموعة إيكواس. وأكد قادة أركان دول الحلفاء عن استعدادهم الكامل للتدخل في النيجر لحماية العاصمة نيامي من أي تدخل قد يأتي من قبل إيكواس. لم تكتفي بوركينا فاسو بذلك، بل أعلن وزير الدفاع أيضاً أن بلاده قد تلجأ إلى الانسحاب من مجموعة إيكواس إذا حاولت المجموعة التدخل عسكرياً في النيجر، لأن هذه الخطوة من قبل إيكواس قد تفتح النار وتشعل سيلاً من الأزمات في دول غرب إفريقيا. يبدو أن إفريقيا ستكون مسار الحرب العالمية القادمة،
فبعد أن اشتعلت الأزمة ونيران الفرقة والانقسام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحتى الآن لا تزال الأزمة قائمة هناك، إلا أن الأزمة تنتقل إلى جزء آخر من إفريقيا وهي النيجر التي باتت تتصدر الأخبار العالمية حالياً. وعلى الرغم من تصعيد الأزمة من قبل إيكواس ورفض الحلفاء الحل من قبل المجموعة، بل والتحالف الكبير في مواجهة المجموعة، تتدخل روسيا لحل الأزمة، حيث علقت الخارجية الروسية على توتر الأوضاع في غرب إفريقيا بأن حل الأزمة لن يكون إلا بالحل الدبلوماسي. وأكدت الوزارة في بيانها أن الحل العسكري للأزمة لن يولد إلا أزمات متلاحقة، حيث يتوقع بأن تتدخل كلا من مالي وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى الانقسامات الداخلية في إيكواس. كل تلك الأزمات تعصف بإيكواس وتجعل من فكرة التدخل العسكري أمراً عسيراً للغاية وفق خبراء. وبعد المظاهرات الحاشدة في العاصمة نيامي رفضاً للتدخل العسكري من قبل إيكواس ودعم فرنسا لها في التدخل في النيجر، حل الدور هذه المرة على نساء النيجر التي أعلن رفضهن للتدخل العسكري من قبل إيكواس، بالإضافة إلى رفضهن تحركات فرنسا وإصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاستمرار في التواجد على أراضي النيجر وعدم سحب كافة قواته العسكرية من أرض النيجر، حيث تجمع عدد كبير من النساء أمام مبنى القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي مطالبين برحيل الجنود الفرنسيين من البلاد. بالإضافة إلى ذلك عبرن عن رفضهن لتصريحات فرنسا التي تدين الانقلاب العسكري، وأكدنا على دعم الشعب في النيجر بكافة طوائفه وطبقاته للانقلاب العسكري لطرد المستعمر الفرنسي من أراضي النيجر. ومع محاولات الغرب للتأكيد على أن صحة الرئيس المعزول محمد بازوم هي الأساس في كل تلك التدخلات، إلا أن رئيس الوزراء المعين حديثاً علي الأمين زين أكد للغرب أن الرئيس المعزول محمد بازوم لم يعاني من أي أمراض، كما أنه يتم معاملته في القصر الرئاسي معاملة جيدة. وكان المجلس العسكري في النيجر قد هدد بقتل الرئيس بازوم حال التدخل العسكري من قبل إيكواس على البلاد، كما أعلن مؤخراً عن خضوع الرئيس بازوم للتحقيقات بتهم الخيانة العظمى للبلاد، كما تم توجيه تهم تقويض أمن البلاد واستنزاف ثرواتها وخيراتها لصالح المستعمر الفرنسي طيلة مدة حكمه والتي لم تتخطى عامين.